ومرحبا بكم. اليوم نحن متواجدين هنا في احدى زونات موسم الرياض، وجيت انا وسياراتي يعني عشان تشوفون هذه سياراتهم مو احنا في معرض السيارات. هذه السيارة بالتحديد اسمها السيارة الطائرة، وهي فعلا طائرة، وأفضل استخدام لها في زحمة خريص. إذا توقف الطريق اضغط الزر الأحمر وحلق في سماء الرياض. والآن نحن في منطقة السيارات الكلاسيكية، وهذه السيارات من عهد قديم جدا. يعني هذه السيارة قادها فنان الكبير الشهير الباتشينو. معلومة كذبية بس والله أنا شايفها في ذا جاد فادر. والله هذه ندري من اللي ساقها، هذه ساقتها أم كلثوم، بس مو بمرسيدس يعني، كانت أقل منها بشوية، كانت نصف فل اللي ساقتها أم كلثوم. ومثل ما ترون الآن بعد خبر تمديد الموسم احتفالات موجودة هنا. مثل ما ترون الآن نحن بجانب السيارة البرية السعودية، ومثل ما ترون هذه السيارة تصل إلى 800 حصان وصنعت من أفضل المواد الحديدية في العالم. والآن وصلنا إلى منطقة السيارات المعدلة، والآن واقف أنا بجانب السيارة الضخمة مثل ما اللي باين المساعدات، بس مثل ما تشوفون هذه من أكبر السيارات المعدلة في هذه المنطقة. والآن مثل ما تعرفون نحن الآن في فصل الشتاء، والجو في شدة البرودة، والأغلب يذهب ليكشف ولا يملك خيمة أو عزبة، لكن الآن موجود في السيارات المعدلة السيارة الخيمة. استأذنكم، وصلنا نهاية هذا التقرير، في أمان الله. كيف الحال؟ الحلقة الثالثة من برنامج ليلة الموسم معي أنا فيصل الأحمري، وشكراً على ردود فعلكم الحلقات اللي فاتت الحقيقة. عموماً فنخش في السريع على طول. الكل عارف أن الموسم تمدد بعد التغريدة اللي انشرها تركي آل الشيخ، قال أن الموسم تمدد، والحقيقة ما تمددت كل الزونات، هي فقط أربع زونات اللي تمددت: وينتر وندرلاند، المربع، صحاري الرياض، سفاري. هذه الاربع مناطق تمددت لين 18 يناير، والزون الوحيد واللي هو الاكبر اللي هو البوليفارد هو الوحده تمدد الى نهايه شهر مارس. ومن ضمن الحفلات الرهيبه اللي عدت وكانت من افضل ليالي الموسم هي ليله السندباد. منور يا الخد، منور. الليلة كانت جميلة، جميلة جدا جدا جدا. الله يرحم أمكم، يعني لا خلاص انسوا اللقب هذا، خلونا في اسمع بالله، اسمع اسمع راشد اسمع. أنا صاحي لهم وعيني عندهم مش غافلة، دارس طبعهم وفهم قصدهم موجه. الله الله يا راشد، الله. وصار في ليلة السندباد مزاد على عود راشد الماجد اللي عمره 20 سنة، وانباع العود هذا من ضمن الناس اللي موجودين، وزايد 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 ولين انباع ب 600,000 ريال. وما عدا الموضوع كذا، بعدها بيومين اللي شرى العود باع العود بمليون ونص. واو واو. وعلى طاري الملايين اللي طرناه قبل شوي، في معرض السيارات اللي رحناه اليوم في واحد راح المعرض وشرى سيارة. مين اللي شراها؟ تتوقعون مين اللي شراها؟ رونالدينيو مراوح. رونالدينو هو اللي شراها. وغير كذا يعني في معرض السيارات تم الإعلان عن سيارة تنسب للمملكة العربية السعودية، وإنه هذه السيارة أعلنت باسم 2030. خلاص السيارة حقتنا احنا، باسمنا احنا، باسم 2030. خلوا الموضوع ده على جنب، في حاجة ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، ذكرنا موضوع الزوار إنه وصلوا 6.5 مليون زائر. في الحلقة هذه الآن وإحنا قاعدين نسجل وصل عدد الزوار 9 مليون زائر، وزاد الإقبال أكثر لما تم الإعلان عن معرض السيارات، لأنه المعرض، المعلومة خلنا أعطيكم معلومة، 30% من السيارات اللي هناك مو موجودة في العالم، معاصي تلقاها برا، موجودة في المعرض بس، راعيها كذا قال ما اوكي ما راح
فهمت؟ يجون الشركات لا 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 ما راح اعطيكم سيارات، لا 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 معليش، ويجون اكبر الشركات من سويسرا، لا 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 ما راح اعطيكم سيارتي. يوم جاء موسم الرياض، موسم الرياض اوكي خذوا كل السيارات يلا. فيعني هذا شيء حصري يحسب لنا يعني. تتوقعون الحلقه بتمر بدون ما يشارك ابو نوره فيها؟ لا محمد عبده لازم في كل حلقه يشارك، لازم. لا انا ماني معاكم. لا 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 ان شاء الله انك بتجي ان شاء الله. انا ماني معاكم. لا تعال حبيبي تعال. تم الاعلان عن ليله عراب الطرب الفنان محمد عبده في يوم 31 ديسمبر من اول حاضرين، من اول الحاضرين. خلاص انتهينا، قفل على الموضوع هذا. واخيرا شفتوا حفله نمبر 1 المافيا محمد رمضان؟ شفتوا كيف وهو يحلق في سماء الرياض؟ الله الله يا اخي، الخدمات اللوجستيه في موسم الرياض قويه يعني، بدون تعزيز واوفر زايده يعني، فعليا يخسون مارفل خسون معليش. واخيرا يعني وصلنا نهايه الحلقه للاسف يعني، نشوفكم في الاسبوع الجاي، بس سوي سبسكرايب ولايك وانشر الحلقه وتابع حلقات الموسم الجايه. كان معكم فيصل الاحمري، في امان الله.